السلام عليكم، معكم اليوم ام البنات. اليوم كما شفتوا في الفيديو جبت لكم تشكتوكه. هذه التشكتوكه غير بالطوماطيش والبيض. تابعوا معايا طريقه التحضير وتشوفوا معنا كيفاش نديروا. كما هنا عندي هنايا 5 حبات طوماطيش، وراه يكونوا شويه صغار، ديجا غسلتهم، نقطعهم دي ترونش وتشوفوا معايا. هنا كما تشوفوا نحول ندير غادي تي ترونش، ديروا شويه رقاق باش طيب لكم بالخاط كما تشوفوا. نحولها كامل هذيك الزريعه، وانا بعد نقرا كامل هذيك الزريعه تاعها نحولها لها. هنا كما تشوفوا هنا نفرغهم كامل ونحطهم، نكمل ونرجع لكم. كيف تشوفوا معايا هنا عندي زوج سلات تاع توم، راح نقطعهم من الفوق. هنا كاين اللي يحب يقول تاع توم ندير السنه، هذه السنه كبيره ولا صغيره. هنا عندي غير وحده باسكو تاعي راهي كبيره السنه. هنا نديرو شويه ملح من عينكم الى ميزانكم. هنا هنا ندير الكحل، نخلوها طيب ونعاودو نولو. هنا كيما كتشوفو الطوماطيش تاعنا بدالك، هنا ما ديتلهاش الزيت باسكو الطوماطيش كيما نعرفو تبغي بزاف الما، ريحتها حتى نشوف الما هذاك. هنا نديرها شويه زيت الزيتون كيما كتشوفو. ونقسمو الحبة شوية من فوق ونضيفها داخل الماء هذاك السخون، هذا تنحلها فوق فاسيل ماء. هنا نخلوها تقلى تبل معنا كامل الطوماطيش ونديرولها البيض. هنا في الوقت المغانا هاي دبالك كامل الطوماطيش، هنا نديرولها شوية تحشيش مقطفة، تجي الريحة تاعها تهدى. يعني دوك يقولوا معايا ما تجيش مع بنوس على هذاك الحشيش، عنده البنه تاعو هايله هايله، تغدو هو اللي يحب الحشيش يدير مع بنوس، واللي ما يحبش ما يديرش كامل. لا دوك ندير البيض، البيض ندير ثلاث حبات تاع البيض، البيض تاعي صغير. هنا كيما كتشوفو عندي البيض تاعي درت شويه ملح، ما خبطتش مليح بزاف. غادي ندير شويه نجوم كيما تشوف معنا هذيك طابت التشوكه تاعنا. صدقوني البنات روعه روعه التشوكه هذه، لازم تسيوها وتشوفوها شهيه طيبه. ما تنساوش ديروا لي ابوني وتبارطاجيو معنا لا فيديو. هذيك الحكم غير جديد، سلام.